بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال رب انصرني بما كذبون. وتلك قولة هود إلى بالنسبة لآله الذين أرسل إليهم، وقولة كل رسول حين يكذب من قومه، حين يكذب من المرسول إليهم لا يمكن أن يفزع إلا إلى من أرسله، لأن الذي أرسله وعده النصر، وإن جندنا لهم الغالبون، ولا ينصرن الله من ينصره، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصرون. إذن فإذا كذبه قوم فلا ملجأ إليه إلا أن يفزع إلى من أرسله. ولكني قبل أن أتكلم في من انتهينا إليه أمس، أعود إلى ما تكلمنا فيه أمس، لأن الذي حدث الليلة من قطع التسجيل كرامة لسائل سألني اليوم وقال إنني مجند ومؤهلات وخريج من كلية من كليات التي تدرس العربية، وسمعت منك ما تكلمت به عن الفعل واسم الفعل والاسم والحرف، فأشهد الله أني ما فهمته قبل الآن، ولكني أسألك بالله أن تكمل القضية في كل ما يتعلق بهذا الموضوع، فأحببت أن لا أستدرك كلاما سبق بسؤال سائل، وقلت له لعلك تأتيني وأكمل لك، ولكن ما حدث الليلة جعلني أعيد الكلام مرة ثانية وأكمل له ما سأل عنه، لأنه لا شك كان مخلصا في سؤاله لله وللعلم. نحن حينما تكلمنا عن قول الحق هيهات هيهات، قلنا إن هيهات اسم فعل بمعنى بعد، ولأجل أن نفهم معنى اسم فعل تكلمنا، قلنا الكلام العربي يتكون من كلمات مفردة، كل كلمة لها معنى في ذاتها ولها معنى حين تدخل في التركيب، فمحمد له معنى في ذاته حين يدل على مسمى، ومجتهد له معنى في ذاته حين يدل على صفة الاجتهاد، لكن دي مفردة ودي مفردة، فإن قلنا محمد مجتهد يبقى جبنا جملة مفيدة، جبنا كلمة وضمناها الكلمة وعملنا إسناد وبقت جملة مفيدة. إذن فكل كلمة في اللغة لها معنى، هذا المعنى إن انضم إلى شيء آخر ليفيد جملة مفيدة يصير كلاما، فإن لم ينضم يبقى كلمة واحدة. فإذن فاللغة مكونة من كلمات مفردة. الكلمات دي كم قسم؟ قال لك اسم وفعل وحرف. هيهات دي لاهي اسم ولاهي فعل ولاهي حرف، إنما سموها اسم فعل، اسم يدل على معنى هو الفعل، فهيهات اسم لكلمة معناها بعدة. طب ليه سميناها اسم فعل؟ قلنا بقى لأن الكلمة المفردة في اللغة لابد أن تدل على معنى، هذا المعنى إن كان مستقلا بالفهم يبقى له معنى، غير مستقل بالفهم يبقى له معنى. فإن كانت الكلمة تدل على معنى في ذاتها لكنها لا تستقل بالفهم بل تحتاج إلى شيء يوضحها، يبقى دي كلمة دلت على معنى إلا أن المعنى ليس مستقل بالفهم. زي إيه؟ لما تمسك تقول إلى، هي لها معنى وهي الغاية، ومن لها معنى وهي الابتداء، في لها معنى وهي الظرفية، على لها معنى وهي الاستعلاء، إنما ابتداء إيه وانتهاء إيه؟ تقول من القاهرة إلى الإسكندرية، يبقى الكلمة دلت من وإلى دلت على معنى، إنما مش مستقل بالفهم، إن قلت لوحده كده يدل على معنى الابتداء فقط ما يستقلش، نقول منين؟ نقول من القاهرة إلى فين؟ إلى اسكندرية. يبقى دي كلمة دلت على معنى غير مستقل بالفهم، يعني عايز حاجة تبين. على دلت على الاستعلاء، إيه اللي على؟
الرجل على الكرسي، يبقى برضو ما استقلتش بالمعنى وعايزة حاجة توضحها. يبقى إذن الكلمة إن دلت على معنى، فإن كان المعنى غير مستقل بالفهم نسميها حرف. عايز نبين من إيه لإيه وعلى إيه على إيه وإيه في إيه. يبقى الكلمة إن دلت على معنى غير مستقل بالفهم تبقى إيه؟ حرف. طب فإن دلت على معنى مستقل بالفهم زي كلمة سمع، صح؟ ما تسمع كلمة سمع تفهمها على طول، أرض تفهم، أكل تفهمها على طول، شارب تفهمها على طول، مش عايزة حاجة. طيب نشوف بقى الكلمة اللي دلت على معنى وهي مستقل بالفهم، هل الزمن دخل فيها ولا ملوش دخل؟ فإن كان الزمن ملوش دخل فيه تبقى اسم. يبقى الاسم هو ايه؟ كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن ليس جزء منه. لما تقول محمد له علاقة بالزمن ده؟ انما اكل لا علاقة بالزمن، دلت على معنى مستقل بالفهم، بس اكل امتى؟ في الماضي، يأكل دلوقتي، سيأكل يبقى بعدين. يبقى اذا دلت على معنى صحيح مستقل بالفهم الا ان ايه؟ الزمن جزء منه. يبقى على الكلمة إن دلت على معنى فإن كان غير مستقل بالفهم فهو الحرف، وإن كان مستقلا بالفهم فإن لم يكن الزمن جزءا منه يبقى ده اسم، وإن كان الزمن جزءا منه يبقى فعل. الله، طبعا قوي. طب ولما يبقى فعل والزمن جزء منه هنسميه ايه؟ هنسميه فعل. هو بيسألني بيقول لي طب بنعرف الفعل بإيه تاني؟ علامته ايه؟ فبقول انا الان دي جديد بقى هو. الفعل ده اللي بدلت عليه الكلمة لما تيجي تشوفه ان قبل تاء الفاعل وتاء التأنيث يبقى ده فعل. كتبت انا، كتبت انت، هات التاء التأنيث، كتبتي، يبقى دليل على ايه؟ على ان ده فعل. يبقى الكلمة التي دلت على معنى مستقل بالفعل والزمن جزء منه ان قبل التاء يبقى فعل، إن قبل المخاطبة اكتبي، إن قبل التوكيد اكتبنا، اكتبنا، يبقى ده فعل. يبقى ما دام عرفنا الزمن جزء منه نقول أيقبل علامة التاء وهي الفاعل كتبت أو كتبت أو تاء التأنيث كتبت أو المخاطبة اكتبي أو نون التوكيد اكتبنا، يبقى ده اسمه إيه؟ فعل. أما طيب لما بقى عرفنا إنه فعل وعلامته كذا نيجي نقول له طب ان كان فعل ماضي يبقى علامته ايه؟ قال له علامته التاء بتاعه الفعل وتاء التانيث، كتبت وكتبت. طب وان كان عايزين المضارع يقول له يقبل لام، ان ما قبلش لام ما يبقاش فعل مضارع، ما تقولش لام كتب، لم يكتب، انما لم يكتب. يبقى احنا عرفنا متى يكون. طيب افرض انه دلت الكلمه على معنى ومستقل بالفهم والزمن جزء منه ولكنه لم يقبل علامة الفعل، نقول له ده اللي بيسموه ايه؟ اسم فعل. ما نقولش هيهاتته ولا هيهاتتي ولا هيهاتتنا، ما بنقولهاش كده. لم هيهاته ما نقولهاش. اذا ما دام كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اسم فعل اللي هو اللي احنا بنقول عليه هيهات. اسم الفعل ده يا ترى اسم فعل ماضي؟ هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، واه بمعنى اتوجه، واف بمعنى ايه؟ اتضجر، وصه يعني بمعنى اسكت. يبقى اسمه يا فعل ماضي يا فعل امر يا فعل ايه؟ يا فعل مضارع. ولعل اخي قد رضي. ما شاء الله. نعود الى ما كنا فيه. قال رب انصرني بما كذبون. انصرني لانك انت اللي ارسلتني والمرسل الي كذبني وليس لي به طاقه واستنفذت كل اسبابي، يبقى انت اللي عليك الايه؟ المعاوض. يعلمنا هذا ان الله حين يخلق للاشياء اسبابا لا تدعو الله ومعك اسبابه. الاول استنفذ الاسباب، وبعدين لما الاسباب بتاعتك تنفذ بيت مضطر، وأمن يجيب المضطر إذا دعاه. إنما أنت لسه عندك أسباب وتقول له يا رب اديني الأرض قدامك والفاس وعافيتك ومش عارف إيه وتقول له يا رب ارزقني، لا عندك أسباب استنفذها إيه؟
استنفذها اولا حتى تكون في جانب ايه المضطر الذي يجيبه الله الى دعائه. ولذلك واحد يقول لي بدعي ربنا كتير ما بيجيب ليش، يقول له انت لم تدعو دعاء المضطر، انت تدعو دعاء من معه الاسباب وكسل عنها. يقول له لا ما ينفعش حتى في البشر. هب انك انسان لك عمل وليك بقى بتاع ده مخزن كبير وبتجيب بضائع من الجمرك وصناديق وقاعد قدام الدكان والحمالين ينزلون الحمولة من على العربة، انت قاعد تبص لهم كده كل واحد يشتري صحارة ويدخل ما فيش حاجة. انما هب ان صحارة خانت حاملها ومش غادر عليها وحتجيب الارض، ماذا يكون موقفك؟ هتقوم تفزع له. يبقى خرجت عن اسبابي اهو ربنا بالشكل دي. اوعى تدعو ربنا لشيء وقد جعل الله لك فيه ايه اسباب، لان الاسباب يد الله الممدوله لخلقه، فلا ترد يد الله بالاسباب لتطلب الذات بالاسباب. كويس كده؟ الرب انصرني ايه، مش وانا قاعد كده بما كذبون ولا عنديش طاقه عليهم ماليش جلد. لو ان لي مع الركن رشيد كنت لقيت ما فيش. قال رب انصرني بما كذبون، اي بسبب تكذيبهم لي وعنادهم ولجامهم، او رب انصرني بدل ان ايه ان كذبون. قال اي اجابة له عما قليل ليصبحن، عما يعني عن بمعنى بعد، بعد قليل سيصبحن نادمين، بعد قليل سيصبحن نادمين. قلنا بقى ان كل شر يجي لعدو الدين يجيله في الصبح، إما إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح الإيه، فساء صباح الإيه، ولقد صبحهم بكرة عذاب الإيه مستقر، فتنادوا مصبحين. إيش معنى الصبح كلها الصبح 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 الصبح؟ أم قال لك إيوه ليه؟ أم قال لك لأن الصبح ده اللي جاي والناس نايمة، وما دام الناس نايمة يبقى في خمول حركة على ما تقوم وتتمطع بقى وتتعمل، فلما يجي لهم الخبطة في وقت الصبح يبقى يصادفوا منهم ايه غرة وغفلة ما يقدرش يستعد عشان يواجه. انما لما يجي لهم النهار قاعد ايه قاعد مستعد وصاحي وكل حاجة يبقى اذا ادي معنى ايه مصبحين، ولقد صبحهم بكرة عذاب ايه مستقر. طيب لا يصبحن نادمين. طيب يصبحن نادمين، طب عندهم ليه بقى؟ مالك على انهم كذبوا امر ما كان ينبغي ان يكذب وجابوا لنفسهم ايه العذاب والمشاكل. وليه ما كناش احنا سمعنا وبلاش الحكايه دي وبلاش ليه؟ قال لك ليه بقى ازاي دي؟ قال لك لان النفس البشريه أهلة شهوتها تغلبها في ان الحمق بتاعها يخليها ترد حق، وبده يرضى شهوة نفسه ان انا هنخضع على الرجل ده اللي بشر زينا وايه يعني هيجي يستعلى علينا ومش عارف ايه. دي بنفس البشرية. لكن بعد ما ينال الجزاء عليها يقول يا ريتني ايه نفذت الحكاية دي. زي الواحد يقعد واحد يناقشه في نقشة ويزداد عليه ويضربه ولا يشتمه وبعدين يحصل منها ما يحصل، يقول يا ريتني سمعت الكلمة وايه وانتهى. اذا ففيه شهوة نفس تجعل الانسان يقف موقفا إذا ما جوزي عليه بالشدة يندم، اللي ما نفذهاش ومشى المسألة وخلاص وطاط لها وربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة. يعني واحد مثلا مش غادر على عدوه وبعدين يقول لا أنا مش غادر، زي مثلا ما سمعنا من السنة قال أنا ما أقدرش أحارب إيه أمريكا. الناس فهمت إن دي يعني يقول لا هذه شجاعة، بس شجاعة من نوع أرقى، لأن في شجاعة تشجع على عدوك وفي شجاعة تشجع على نفسك. قال الشجاعة العليا. فقال لك انا بدل ما ادخل واتهزم ومش عارف الى ما اهو ده ما يندمش، انما اللي بقى يتنح زي ما حصل ويقف مش عارف ايه اهو شوف الندامة ايه شكله. ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا مثل في مين؟ في إيه؟ ابن ادم اذ قرب قربانه ولم يتقبل منه قال لا أقتلنه إنما يتقبل الله للمتقين. وبعدين قال له لا انبسطت لا أقتلنه أنا ببسطة أنت جب. وبعدين ذكى قتله. فلما قتله وصف بس صف جثة أخوه كده قال يا ريتني فوتها وكله ولد. فأصبح من النادمين، استيقظ بعد الألم، استيقظ بعد ما ياخذ الألم. لكن الذكية يستيقظ قبل أن يأتي رد الفعل، قبل أن يأتي إيه
رد الفعل ويصبح من النادمين. وبعدين بقى اتأسف لما شاف الغراب جاي، وعشان الغراب جاي يعلمه الحيوان ولما نشتم واحد يقول له يا حيوان، احنا نشتم نقول له يا حيوان، طب هو الحيوان علم ابنين. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخي، فقال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي؟ يبقى الغراب علمنا ولا ما علمناش؟ قال له بعدين نقول بهايم. بهايم ايه ده؟ قايمين بمهمتهم اكتر منك يا اللي مش بهايم. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. واذا قال الحق كلمه يبقى لازم يجي ما يصدقه، وإنه لما يكون هيقول لما قليل لا يصبحن نادمين، وبعدين يمر كتير ولا طبعوش نادمين ولا حصل حاجه، المبدا كله ينهدم ولا ما ينهدمش؟ ويقولها الله ويسجلها على نفسه في قرآن يحفظه هو، هو اللي يحفظه لأنه عما قليل لا يصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة في مصبحين برضه لقد صبحهم. طيب فأخذتهم الصيحة بالحق، مش ظلم مش عدوان، ده هم اللي جابوا ايه صيحة، ده هي أما عم فأوليكوا بريح ايه صرصر عاتية، مش أما سمونه فأهلكوا إيه بالطيارة، وما عادوا فأهلكوا بريحة إيه صرصر عاتية، وهنا بالصيحة. قال لك لأن الريح لما تيجي صرصر يبقى لها صوت مزمجر ولا لا؟ يبقى فيها صيحة ولا مش صيحة؟ لأن الصيحة صراخ، الصيحة إيه صراخ. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. الغثاء هو ما يحمله السيل حين ينزل المطر من القش والخرق البالية والأشياء اللي هي العدم بتاعة النبات، تلتفت تلاقي عاملة ايه ريم كده، وبعدين ينزل الغثاء ده يتركم مرة كده على البتاع، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكسه أو الغثاء دي. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول القوم ايه، انه يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، تتداعى يعني ندعي بعض عشان يحاربوكم، يوشكوا ان الامم تتداعى تدعو بعضها عشان ايه يحاربوكم، كما تداعى الاكلة الى قصعتها. لكن في قصعة كده فيها اكل والناس بيقولوا تعالى كل وتعالى كل وتعالى كل غنيمة. قالوا امن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا انتم كثير ولكنكم كغساء السيل، انتوا كتير صحيح انما كغساء الايه كغساء السيد يذهب جفاء. فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساء فبعدا للقوم الظالمين. بعدا، بعدا عن ايه؟ ده بعدا عن نعيمنا الذي كنا نمنيهم به لو امنوا، انما مش بعدا عن العذاب اللي حتلقوه. يبقى لازم كلمة بعدا اضافية، يبقى بعدا ايه عن رحمتنا عن نعيمنا الذي لو امنوا بنا كنا الدلم. البعد هو مسافة زمنية او مكانية، كل شيء حدث له زمان وله مكان. يقول هذا بعيد يعني زمنه ده بقى هيقعد سنتين، او بعيد يعني كم كيلو، يعني يبقى البعد للزمن يا الايه يا المكان. بعدا عن ايه؟ والله ان كان بعد عن العذاب والنهاية يبقى كويس. قال لك لا، ده بعدا عن النعيم الذي كان ينتظرهم لو انهم لم يكذبوا وامنوا بالرسول الذي جاء. فبعدا للقوم الظالمين. وقلنا ان الظلم اخذ حق الغير، والشرك هو الظلم الاعظم. كانت ناس سطحيين يفهموا الاول ان الشرك ظلم عظيم لانك ظلمت الله، هو واحد وقلت ده له شريك، هو موجود وقلت ده مش موجود، وانه محدش يقدر يظلم ربنا، محدش يقدر يظلم ربنا، لان اللي بيظلم بياخد حق، انما الحق بتاعه محفوظ، الحق بتاعه محفوظ وثابت له حتى وان على الباطل. ولذلك ايه ليجعل كلمة الذين كفروا ايه كان الاصول، كان الاصول وكلمة الله العليا، مش كده؟ يجعل كلمة الذين كفروا ايه مفعول، لكن ما قالش وكلمة الله العليا. قال لك لا، لان لما يجعل كلمة الله العليا كأن كلمة الله في يوم ما لم تكن عليا.
لا قال وكلمة الله هي العليا دائما وإن علت كلمة الكافرين. ليه؟ قال لك لأن علو كلمة الكافرين ده علو لكلمة الله. ليه؟ قال لك لأن الكفر إذا علا إيه اللي يحصل؟ يستشر الشر وتعض المظالم الناس فيعرفون إيه خسة الكفر ودناءته وإنه لازم ينكره. الله. يبقى لما الناس تكره الكفر بقى وتقول ده لما جه فسد الدنيا يبقى ده كلمة الله هي العليا ولا لا؟ إذا فكلمة الله هي العليا إيه؟ هي العليا دائما. وإن إن الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه فإن لم يغاروا عليه غار هو عليه. نعم. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم موسى فبعدا للقوم الظالمين. ظالموا مين؟ ما دام مش يظلموا ربنا. أم قال لك ده ظلموا أنفسهم. وكونك تظلم عدوك ده معقول تاخد منه خير؟ وما تظلم نفسك؟ نفسك اللي بين جنبيك اللي انت مهاش لها تظلمها ازاي؟ هذا الظلم الوحش أوي. فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. هو ذاك قال قرن لأنه حجبوا إلى عاد أخاهم إيه قول. إنما حيتكلمين عشوية وبعضها كده يجيب بقى الأنبياء بقى موسى وعيسى كلهم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين متتابعة أو متعاصرة لأن قد يتعاصر نبيان كإبراهيم ولوط ويتعاصر مش عن نبيان كشعيب ومين وموسى. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. الله. خدوا بالكم التعبير ده ما تسبق من أمة مدام قرون حيجي انشأنا بعدها يعني قرن بعد ايه وكل قرن حيبقى له ايه رسول وكل رسول وقرن له أجل أجل ينتهي عنده زي أجل الأفراد تمام لا يتقدم ولا يتأخر. نقول له لما تيجي حرارة الدعوة والناس يتمسكوا بها كده يقوم الايه الدعوة تنتشر وبعدين الناس تصيبهم غفلة وفطور ويختلفوا مع بعض ويتفرقوا مش تقوم دي تروح وتيجي ايه زي الحضارات اللي انت بتشوفها. انت بتسمع دي حضارة الصين القديمة وحضارة مصر والحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية والحضارة الانكليزية. الله ايه الحضارات اللي بتتوالى دي على بعضها. اما قال لك ما الحضارة تاخد حظها في الارتقاء وبعدين الحضارة تعمل رخاوة وطراوة في أصحاب الحضارة جلدهم يلين يوم يغفلوا عن الأشياء تم تنهدم عليهم وتيجي حضارة إيه بقى الحضارة اللي تبلغ أوك اللي ربنا يقول في حقها ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد. حضارة فرعون اللي هي زي الهرم دلوقتي وابو الهول اللي بيقولها الناس أهل الحضارة الحديثة عشان يتفرجوا عليه ما جاتش حاجة بالنسبة لمين لإرم ذات العباد لأنه قال معادي إيه لم يخلق مثل يعني ولا الحضارة المصرية بقى مين الحضارة دي كلها ما تسيبش حاجة تدل عنها يبقى معناها إيه دي الحضارة اللي ما عملتش مناعة لنفسها دي وتنهض كده ولا حد عارف عنها حاجة. أم قال لك ما هو ساعة الحضارة متلين أصحاب الحضارة يلين جلودهم ويضعفهم لازم يحصل لها الإيه الدورة كذلك أتباع كل رسول يغفلوا شوية على المبدأ وبعدين دي 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 إذا السماء تتدخل وتجيب رسول إيه رسول تاني. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها أي أمة لا يمكن أن تسبق أجلها فتنتهي أو تقوض قبل ما يجي الإيه طب هي ما تسبقش أجلها طب يقول وإيه قال إيه تاني وما يستأخرون. طب التعبير ده يجي إزاي كونها ما تسبقش أجلها معقولة يعني أجلها أنها تموت بعد 20 سنة ما تموتش بقى قبل 15. طب وما تستأخرون إزاي ما دام بلغت أجلها هل يتأخر إزاي واحدة وصلت 20 تقول ما تتأخرش 10 ده هي وصلت إيه طب ما يمكنش الكلام. تبقى ما تسبق من أمة أجلها كلام صح وما وهي ما تستأخر يعني الحكم انها هي ما تتأخرش كمان يبقى مش هي ما تتأخر وتتقدم لا ده هي الاصل ان اجلها هي لا تسبق الاجل وهي محكوم عليها بانها لا ايه لا تستأخر. ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون يقولوا الاستئخار بعد بلوغ الاجل مستحيل واحد
وصل سن 20 نقول ما يقدرش يموت بعد سن 10، ده هو وصل 20 ما يقدرش. نقول والأصل فيه أنه لا يستأخر، والأصل فيه أنه إيه؟ لا يستأخر. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أرسلنا رسلنا بالمعنى العام كده، أرسلنا رسلنا تترى يعني إيه؟ ورا بعض. أهي تترى دي الناس تظن أنها فعل يعني تتوالى، نقول لا تترى مش فعل، بدليل أن في قراءة وفي لغة تترا والفعل ما ينونش، يبقى إذا ما دام فيه تترا تبقى ما هيش فعل، أمال تبقى اسم. طب وتترا تبقى اسم إزاي؟ أما قال لك ودي للتأنيث زي حبلة الألف الأخيرة للتأنيث، وعندنا التاء بتيجي مطرح الواو في اللغة عندنا، مش بقول إيه احفظ الله وصيحته نصيحة الرسول، قال له إيه؟ احفظ الله تجده إيه؟ وجاهك مواجهة. التاء بدل مين؟ بدل الواو. يبقى التاء اللي هنا دي بدل مين؟ واو. هاتها بدل إيه؟ شيل التاء وحط الواو. ثم أرسلنا رسلنا وترى، يعني متتابعين، فرد ورا فرد ورد ورا، لأن الوتر والفرد يبقى إيه؟ متتابعين. يبقى تترى إيه بقى بيه دلوقتي؟ اوعى تقول إنها فعل، ليه؟ بدليل إن فيه لها إنها تترى ملونة والفعل ما يلون. طب أمال دي إيه؟ تبقى التاء هنا بدل مين؟ الواو. وهل جاءت الواو التاء بدل الواو؟ قال لك إيه؟ النبي قال احفظ الله تجده إيه؟ تجاهك، يعني وجهك وجاهك مقابلك. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، طبيعة وكذبوه، لإيه اللازمة دي؟ كل ما يجي رسول يكذبوه، وبعدين الرسول يرضى إلى الله رب نصوم ما كذبوه، نقول له إيوه لأن لازم يتكذب. طب ما كانش يتكذب يبقى ما كانش فيه ضرورة إنه يجي، ما كانش يتكذب لأنه هو جه ليه؟ ده ما جيء رسول إلا حين يستشر الباطل والطغيان يبقى إيه؟ وما دام الباطل استشرى والطغيان زاد والشر، مش في ناس منتفعين بيه؟ طيب اللي منتفع بده يدافع عن هدا ولا لا؟ ساعة ما يجي رسول يقول له ابعد، خلينا إيه؟ خلينا نهيص في الحكاية دي. يبقى إذا تكذيبهم ده دليل على إيه؟ على صواب مجيء الرسول، صواب. وإلا لو ما كانش دول يكذبوا ويتحمسوا للباطل يبقى ما كانش في ضرورة، إيه اللي يجي؟ بس ده. نعم. فأتبعنا بعضهم بعضا، ده يروح وده إيه؟ يجي. وجعلناهم أحاديث، كل بقى اللي يقولون جعلناهم إيه؟ أحاديث. أتبعنا بعضهم بعضا، اللي هم من الرسل ولا اللي يكذب الرسل؟ هم دول يجوا نهلكهم ودول يجوا نهلكهم. وجعلناهم أحاديث، كلمة أحاديث إما أن تكون جمعا لحديث كحديث رسول الله مثلا ودي أحاديث، وإما أن تكون أحاديث جمع أحدوثة. أحدوثة هي الكلمة اللي الكل يشدق بها، اللي زي اللي بانا في البق. ولذلك لما يجي واحد يكون عمل حاجة كده وبعدين يجي ناس كل ما يجي يقول لك فلان يا سيدي انت مش فاكر، يقول لك انت هتعملون حدوتة ولا ايه؟ حدوتة يعني ايه بقى؟ توبيخ وتقريع. يبقى احاديث يعني احدوث يتندروا بها. او جعلناهم احاديث لم يبق لهم اثر الا من يتكلم عنهم تاريخ، ما فيش الا كده. نعم. وهناك آية تانية ايه؟ جعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم الله، برضو بعدا لقوم الله، بعدا عن ايه؟ عن رحمة ونعمة كانت تنتظرهم لانهم لو امنوا لنالوها. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين. احنا عارفين طبعا قصة موسى تكررت كتير، وقصة هارون انه جاء اجدد به ازري واشركه في امري، القصة المعروفة دي. وطبعا انا معروف ان موسى له رسالتين، الناس فاهمين رسالة واحدة، رسالة الى فرعون لا لقصد ان يجادله في الايمان، انما الايمان ده جيه كده ايه عمل، لانه هو جايه انا جاي لك ايه ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، وقعد يجيب المعجزة والبتاع عشان بس يصدق ان ربنا يديله ايه
ويدي له بني اسرائيل، وبعدين هيبقى البني اسرائيل ويدي له التوراة ومش عارف الايه، ده موضوع اخر. نعم. ولقد ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا. احنا قلنا زمان ان الايات جمع ايه. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا. الايات جمع ايه، والايه هي الشيء العجيب. ده ايه في الحسن، ده ايه في الادب، ده ايه في البلاغه، ده ايه في الذكاء. يعني ايه؟ يعني حاجه ايه تكرر ويفتخر بها وتذكر في كل وقت. يبقى لا يقال للشيء ايه الا اذا كان امرا ايه عجيبا متفوقا على نظرائه وايه واقرانه. باياتنا قلنا الايات جمع ايه، والايات بتطلق على اشياء ثلاثه. الايات الاولى الايات الكونيه، الكون اللي منظوم هذا النظم الهندسي البديع العجيب، زي ما قلنا شمس ملهاش قطع غيار ولا انطفت ولا عملت ومش عارف ايه وبتاع، وما غمرام ونجوم ودورة ارض ولا تختلش بدورة مريخ ولا 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 زهرة. هندسة بديعة. النظام العديد ايات، ومن اياته الليل ومن اياته الشمس ومن اياته انك ترى الارض. كل شيء يحدث في الكون بحكمة نسميه ايه؟ مهمتها ان تلفت المخلوق الى جمال صنع الخالق، وان الاله يجب انك انت تؤمن به. تبقى هذه الايات الكونيه. بعد ذلك نعرف بالايات الكونيه ان وراء الكون قوه خلقته وقوه تمده، والا ايه اللي بيمد الشمس دي؟ ده احنا لما الكلوب بيفضى من بتاع الجاز بينطفي، الكهرباء المولد بتاعه ينطفي، طب ايه اللي بيديلها الحكايه؟ ايه الشغلانه دي؟ الله. يبقى فيه ممد، يبقى اوجد من عدم وامد من عدم. يبقى ده نعرف ان وراء الكون هذه القوه. بس القوه دي اسمها ايه؟ ما نعرفش. ماذا تطلب منا؟ ما نعرفش. يوم كان ولا بد ان يجيء رسول ليبلغنا، اسم القوة دي ايه؟ ماذا تريد منا؟ طب واللي انتهى تعمل له ايه؟ واللي احصى تعمل له ايه؟ يبقى ضروري رسول، يبقى لازم تجي له آية معجزة لتثبت صدقه في البلاغ عن الله. فإذا ثبت صدقه في البلاغ عن الله، يبقى لازم يجيب منهج الصيانة للإنسان الخليفة في الأرض، يقول له يفعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى كم آية؟ آية لتثبت وجود الأعلى، آية لتثبت صدق البلاغ عن الوجود الأعلى، آية لتحمل منهج البلاغ الأعلى. هذه كلها إيه؟ آيات. ما شاء الله. طيب. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. بآياتنا وسلطان مبين. طب مين الآيات يا سلطان؟ السلطان هو الحج، والحج على الوجود الأعلى آيات الكون، والحج على صدق الرسول المعجزات، والحج على الأحكام الآيات القرآنية اللي تحمل الأحكام أو آيات التوراة. تبقى يجي السلطان إيه؟ طب ما هو السلطان دي؟ قال لك بإيه؟ قد يعطف الصفة على الموصوف لمزيد اختصاص. قال لك السلطان دي هي المعجزة لموسى المتكررة. ليه؟ أم قال لك لأن موسى له معجزة العصا. شوف العصا عملت كم حاجة، لقفت الحياة، وبعدين ضربت الايه البحر طلع بقى جماد يابس، وضربت الحجر بقى مية. قال لا، ايش الحكاية دي؟ عصا جافة تنقلب الى حية تسعى وتلتقط الحياة، وبعدين عصا يضرب بها البحر يبقى كله فرق كالجبل. الله. وعصا ينضرب بها الحجر يتفجر منه الايه المية. وبعدين قال ولي فيها ايه مآرب اخرى، واعمل بها كذا واعمل بها كذا واحطها معه مش عارف وضع كل دي. يبقى دي السلطان المحيط هي الشيء المتكرر في مين؟ في موسى. ولقد يكون ان الصفة اذا عطفت على الموصوف زادته ايه؟ يبقى ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان، مش كده آية ثانية؟ وضياء القرآن وضياء. طب ماذا القرآن هو ايه؟ هو الضياء. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. سلطان، احنا قلنا زمان السلطان هو القهر على عمل شيء او الاقناع بعمل شيء، الحجة القوية لفعل شيء. اذا جاء واحد وانت لا تريد ان تفعل شيئا
وقهرك بقوته على ان تفعل. يبقى ما دام بقى له قهر على ان تفعل يبقى له سلطان عليك، بس فعلت وانت كاره يبقى له سلطان الايه؟ سلطان القوه والقهر. طب لا مش كده، ده هو قاعد يقنعك كده لحد انت ما ايه اقتنعت وعملت، يبقى السلطان الحج. يبقى السلطان كم نوع؟ سلطان قهر، وهو ان يرغم من لم يرد ان يفعل ان يفعل. سلطان الحج من يجعل من لا يفعل يقتنع بان ايه بان يفعل. ولذلك ابليس دي حجته الوحيده في يوم القيامه، يقول للناس اللي اتبعوا ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبت على تشويري. انتوا بتتلصموا مع اللي يقودكم للمعصيه، انما اذا كان لي سلطان اقدر اقهركم بالقوه ولا اقدر اقنع ايه ولا اقدر اقنعكم. وما دام انا ماليش سلطان لا بالقوه ولا بالاقناع، يبقى ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. ايه مصرخكم ومصرخي؟ المصرخ من اصرخ، الفعل بتاعه اصرخ، واصرخ ازال الصراخ. صرخ فلان بيصرخ ليه؟ لازم في امر فزعه لا حيله له به، عايز حد ايه. ولذلك لما واحد يحصل له حريقه ولا حاجه تيجي له مش عالم كده شديده، ولا الماء انقطعت عليه، ولا عدو ولا سبع ولا يعني يعمل ايه؟ يصرخ. معنى صراخه يعني ايه؟ استنفار لمعين، بيستنفر واحد يجي يعين. فاللي يجي له يقال اصرخه، اي ازال صراخه. يبقى صرخ بيجيب معين، اصرخه إيه؟ يبقى ما انا بمصرخكم اي بمزيل صراخكم، ولا انتم بمصرخية، مش هننفع بعض. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين محيط الى فرعون. فرعون بقى معروف ان فرعون ده لقب لكل من ايه من كان يحكم ايه مصر، زي كسرى وزي قيصر وزي نعم. طيب الى فرعون وملئه، هم ملأ من الملء والامتلاء. الملأ هم القوم الذين يملؤون العيون، دول يعني الاشراف بقى اللي بيقعدوا كده في الصدور وساعة الناس ما تشوفهم كده ايه. ولذلك احنا قلنا زمان ان لما يصف حد بالحسن يقول لك فلان قيد النظر. قيده يعني ايه؟ يعني اللي يبص له ما يحبش ينصرف عنه، يأيد بصره له. الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. استكبر غير عالي، استكبر يعني هو الحكم كده انا مش هعمله. انف ان يصنع هذا الفعل لانه اكبر منه، لكن عالي ظن انه لم يدخل في الامر. ولذلك لما ربنا بيقول له انت يا ابليس ما سجدتش ليه لادم؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ يبقى لازم هم الخلاف، في خلاف بينهم. فيبقى ما هو الاستكبار؟ الاستكبار هو الفعل، الكلام موجه ليا صحيح وانا انا مش هعمله. يبقى استكبر ان يفعل مع علمه بدخوله في الامر، لكن عالي لا، ده الامر ما شملنيش، ده حاجه تانية خالص، ده الامر ده غيري مش ليا، لان فيه ملائكه عالين ما يدروش عن دول المهيمون في الله، ولا يدروا عن ادم ولا يدروا عن حد ولا نعم. فقالوا أؤمن لبشرين مثلنا، مش بشرين مثلنا زينا، نؤمن بهم برضه حته بشرين. طب امال كنتوا عايزينهم ايه؟ عايزينهم ملائكه زي ما قال، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الايه الا ان قالوا ابعث الله ايه؟ يقول لهم انتوا اغبياء. وهو لما ربنا يبعت ملك، طب ده لو بعت ملك وقال لك انا اسوه لك في الفعل، انت تقدر تقول له ما اقدرش اعمل زيك لانك ملك، انما انا ما اقدرش. يبقى يترد الحكم على الله. طب هنعمله ملك يا سيدي ونسمع كلامه. طب نجيبه ملك تشوفه على طبيعته، ولا لازم نخليه يتشكل بشكلك كادمي رجل؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب ولما نجعله رجل ايه اللي هيخليك تصدق ان ده ملك؟ تبقى الشبهه هي ولا لا؟
فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ده القوم بتوعهم اللي هم بني إسرائيل خدمين عندنا بيأتمروا بأمرين وإحنا بنزلهم ونذبح الأولادهم ونستحي نساءهم ونسوهم سوء العذاب. بقى قومكم أنتم أنتم تيجوا نتبعكم والقوم بتوعكم بيعبدوني. قال لك بيعبدونا ليه؟ هم بيعبدون إسرائيل. قال لك لا، لأن من يخضع لإنسان كأنه إيه يطيع أمره كأنه عبده. نعم. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. يعني احنا عارفين قصتهم واللي حصل لهم في الغرق. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. الكتاب طبعا هو الايه التوراة، وفيه منهج الايه منهج الهداية. ولعلهم يهتدون يعني يأخذون الطريق الموصلة للغاية الشريفة المفيدة من أقصر طريق. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. اتنقل لقصة تانية بعده، جاب لقطة بس بسيطة كده. وجعلنا ابن مريم وأمه آية. اتنقل لسيدنا عيسى اللي جه بعد مين؟ اللي جه بعد سيدنا موسى. وجعلنا ابن مريم اللي هو من بقى اللي هو عيسى. مرة يقول عيسى ابن ايه مريم. ابن مريم. ومرة يقول المسيح عيسى ابن ايه مريم. وقلنا ابن مريم دي هي اللي خلت سيدتنا وسيدة نساء العالمين مريم ساعة ما تمشر بانها هتجيب غلام تستدرك وتقول انا ازاي وامسسني بشر ازاي اجيب غلام انا. قال لها طب انت ايه اللي حضرتك انك انت هتجيب غلام ومش عارف غلام ممسسك بشر؟ ما يمكن هتتجوزي يا سيدتي وبعدين لما تتجوزي خلفوه تجيبوا غلام. قالت لا، مش ما جاش على بالها الحكايه دي. ليه؟ أم قال لها انه مشروك بعيسى ابن مريم. قالت ما دام جاب سيرتي وقال ابن لي يبقى ما فيش له اب، تبقى شغلانه بقى هتحصل لي. الله اكبر يا سيدي. يبقى فهمتها ازاي؟ انا ازاي اجيب ده ولا ممسسني بشر؟ طب وانت ايه اللي عرفك مش همسسك بشر؟ ما يمكن انت عجيبه يعني هتتجوزي وتجيبه هنا. قال ما دخلش دي عندها. ليه؟ لانه قال ايه ابن مريم، وما دام ابن مريم يبقى ايه يبقى من غير اب، تبقى هيجيب لها المسألة. والله قد مهد كما قلنا سابقا لهذه المسألة اللي تخلع عقل البنت لما تعرف انها هتحمل من غير راجل. هلا دي مسألة يعني تبقى صعب ولا مش صعب؟ ان عرض البنت هو عايز يشيلي. ولذلك مهد الله لها وهي طفلة عشان لما تيجي وهي فتاة يبقى عندها مناعة الاستقبال. زي احنا ما بنعمل لما نخاف ليجي تيفود يموت الناس بنعمل ايه؟ بنطعمه ونجيب حقنة المرض نفسه ونديها للمريض عشان لما يجي يبقى الجسم يتعود المناعة. فحودها المناعة ازاي؟ قال هي كفلها زكريا. ولما كفلها زكريا يعني بيجيب لها كل طلباتها، دخل عليها ام وجد عندها حاجات ما جابهاش. كلما دخل عليها زكريا الايه وجد عندها رزقا. هو اللي بيجيب يوم يلتفت يقول انا منين جه ده؟ احنا قلنا زمان ده مبدأ يجب ان كل اب وكل رب أسرة ساعة ما يشوف في بيته حاجة هو ما يبهاش لازم يسأل منين ده؟ انت يا بنت جبت الإشارب ده منين؟ الشراب اللي انت لابساها ده جبت منين؟ بتاع اللي انت لابساها ده جايبها منين؟ وانت إزازة الريحة دي جايبها منين؟ ده ما جابهاش. ولا لا ابنه معاه قلم، ولا لا مثلا معاه راديو صغير تعالى، ولا انت جايبه منين ده؟ يبقى لازم كده كله رب بيت او رب اسره او ولي جماعه حين يرى في ايديهم ما لم يات به لازم يقفل الموقف ده اللي طلعت بقى اخيرا من اين لك من اين لك هذا. نعم. فهو بقى قال لها منين دي جبت دي؟ قالت هو من عند الله. برضو كلام كده كلام درويش يعني ولا ايه؟ فراحت جايبه القضيه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله صبوه بتقولي ام ده زكريا قال الله ما دام ربنا بيرزق من غير حساب انا بلغت من الكبر عتيه وامراه عاقل ما دام من غير حساب ما نشوف بقى نقول له هات لنا ولد ولا بتاع هنالك يبقى هي اللي علمته ولا لا هي اللي ايه
جعلت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب على في بؤرات شعوره. وإلا هو كان يعرف ان ربنا يرزق من يشاء، انما فيه فرق بين المعلومه تكون عندك وقد تكون في حاشيه الشعور، والمعلومه تكون في ايه؟ المعلومه دي دلوقتي لما قلت له ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بقت في ايه؟ في بؤره الشعور. قال ثم نسال، لما سال قال له نجيب لك، قال الله لا دعاني كذا وكذا، قال له ما انا عارف انك كذا وانا تايه والى لقائنا اخر